تم تدشين نافورة حرفية مغربية مقدمة إلى بلدية مولنبيك سان جون في بروكسل يوم السبت خلال حفل نظمته أخبارنا الجالية وجمعية إسبواغ سوغير بالتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج كجزء من تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثقافي بين البلدين المغرب وبلجيكا. هذه المبادرة هي جزء من الأنشطة التي تنظمها أخبارنا الجالية مع مختلف البلديات البلجيكية وكذلك مع شركاء آخرين وجمعيات المجتمع المدني في بروكسل لتعزيز الجوانب الثقافية والحضارية للمملكتين. تدشين هذه المعلمة المغربية وفي هذه المنطقة بالذات هي مناسبة للاحتفاء بغنى وتنوع التراث المغربي، وأيضا هي رسالة لعمق العلاقات الموجودة ما بين المغرب وبلجيكا. تم تدشين هذه النافورة من طرف أخبارنا الجالية وجمعية إسبواغ سوغيغ وكذا بشراكة مع مجلس الجالية. هذه النافورة اللي تتعرف بالفن الزليج المغربي وكذلك اللي تبقى فخر للجالية المغربية التي تعيش هنا في مدينة بروكسل، وكذلك تعبر عن الفن ديال الصناعة التقليدية المغربية. اليوم حنا كنتواجدوا في لاكومين ديال مولنبيك، التدشين ديال النافورة المغربية اللي كتشكل واحد الجسر ديال التواصل الثقافي وعندها واحد البعد الإنساني ما بين الشعبين البلجيكي والشعب المغربي، وواحد اللابنة من اللابنات ديال تمثيل العلاقات الثنائية ما بين الشعبين والحكومين. احنا فرحانين بزاف، الحمد لله كاين واحد التواجد كثيف ديال افراد الجالية فرحانين بهذه النافورة اللي كترمز للحضارة العريقة ديال المغرب، وكتشكل هي عبارة عن فسيفساء وكذلك كترمز للتجانس الجميل اللي كاين بين جميع أطياف الشعب المغربي. وبحال اللي قلت هذه واحد لبنة إن شاء الله في بناء علاقات أكثر تطور وأكثر تقدم ما بين الشعبين المغربي والبلجيكي. وشكرا. فوالا، احنا سعدانين بهذا اليوم السعيد لهذا الافتخار اللي افتتح في لاكومين دو مولنبيك وبحضور سعادة السفير، سعادة القنصل، أعضاء السفارة، أعضاء القنصلية والجالية. احنا فرحانين بهذا اليوم السعيد وبهذا لوغانيزاسيون اللي عمل اللي أسس هذا. ما عندي ما نسالكم، شكرا جزيلا، ونشكر جميع الجالية المغربية ونتمنوا لها السعادة والهناء إن شاء الله يا رب. هذا وأقيم حفل تدشين النافورة بحضور عمدة بلدية مولنبيك السيدة كاترين مورو وسفير المملكة المغربية ببلجيكا السيد محمد عامر والسادة القناصلة العامون بالمملكة البلجيكية وكذلك مسؤولون بلجيكيون وبرلمانيون وشخصيات مختلفة. Bien aujourd'hui à Molenbeek, nous sommes très fiers d'accueillir un nouveau symbole, un nouveau témoignage très très tangible, très concret de l'amitié belgo-marocaine, de l'importance que prennent les belgo-marocains ici à Bruxelles, singulièrement à Molenbeek. On est à deux pas de la maison communale et on inaugure cette magnifique fontaine qui va rester là. Des milliers de personnes vont boire à son eau et admirer l'artisanat remarquable de la mosaïque marocaine. Écoutez, moi je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici à Molenbeek pour inaugurer cette fontaine, parce qu'à Molenbeek il y a une communauté belgo-marocaine importante, mais la fontaine et la mosaïque sont aussi des symboles très forts qui au fond représentent l'ADN du Maroc. La mosaïque, un petit peu cette identité multiculturelle du Maroc, et puis l'eau, c'est au fond ce pont qui existe entre la Méditerranée et l'Europe, 14 km qui séparent l'Europe du Maroc, et c'est au fond cette eau qui symbolise cela, et je trouve que c'est extrêmement important. Et je suis extrêmement honorée d'avoir été convié par l'ambassade du Maroc à l'inauguration de cette magnifique fontaine, la mosaïque qui représente la multiculturalité de Molenbeek, et puis l'eau qui est la source de la vie. Et donc nous sommes dans une commune, comme je l'ai déjà dit, multiculturelle, et je suis très très honorée au regard de l'amitié belgo-marocaine d'être ici aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. من طبيعة الحال اليوم كنحتفلوا بتدشين ديال النافورة اللي هي معلمة تاريخية مغربية ولنا كل الف...
الفخر انها باش تكون هاد المعلمه التاريخيه في هذا المكان هذا في بلجيكا للتعبير عن التاريخ ديال الزليج المغربي او الفسيفساء المغربي اللي هو دائما كان وسيبقى مغربيا اصيلا ان شاء الله. والعقبال ان شاء الله ان هاد البديره الطيبه هذه غادي تكون في كل البلدان الاوروبيه، وان شاء الله المكان الثاني غيكون لندن باذن الله. شكرا لكم.